انا هتكلم حضرتك في التعديلات اللي انا عملتها احنا لحقوق لكسب مش كسب حقوق عن حقوق لا لان في قانون الاحوال الشخصيه احنا بقى لنا من كام في قصور جامد جدا لان هو من 1929 فلازم نتطور مع ونواكب العصر مع معطيات الاحداثيات الجديده فلازم كان يتم تعديله فانا خدت 5 تعديلات للعلاقات يعني لتنظيم العلاقه الاسريه والمنازعات الاسريه هم 5 تعديلات هقولهم سريعا طبعا مش هعطل حضرتك لا لا حضرتك اكيد نورا بصي هو اعلام الزوج اذا حب يتزوج على امراته اليات اعلام الزوجه الاولى بزواج باخرى في حاله رغبه الزوج في الزواج باخرى يجب على توثيق ذلك من خلال المحكمه كاجراء اداري وتستدعى المحكمه الزوجه واعلامها بهذا ولها حريه الاختيار ده حق دستوري ليها ويجوز للزوجه ان اذا تزوج زوجها تطلب الطلاق للضرر مع الحكم ما يترتب عليها حق الطلاق من حقوق زوجيه واولاد وكله في خلال 60 يوم ده اول تعديل تاني تعديل اليات توثيق اشهاد الطلاق الغيابي طبعا حضرتك انت شايفه ان هو بيبقى طلاق غيابي وتفاجئ بعد 2 3 ست ان هي في الشارع يعني هي هو فنص التعديل على ان المطلق يوثق اشهاد طلاقه لدى الموثق على ان تحال الى المحكمه باثبات ايقاع الطلاق البائن ويترتب اثار الطلاق باعلام الزوج وايداع نفقه مؤقته خلال 48 ساعه يحكم بها القاضي لترتيب اوضاع الزوجه سواء ليها اولاد او غير الاولاد واذا اخفى الزوج عن الزوجه الطلاق او النفقه يبقى فلا تترتب عليه اثار الطلاق كانها ما اتطلقتش وتسري عليها حقوقها في الميراث. ده الطلاق الغيابي وده انا مش جايباه من عندي ده كمان يعني انا نما لعلمي ان هو في البحرين القاضي ما بيبصش في قضيه الطلاق غير لما يكون الرجل المطلق مديها شقه او سكن اجتماعي لائق ومديها 4 5 شهور نفقتها بالكامل يبتدي القاضي يبص. ده تعديل. اشكاليه تقديل النفقه المؤقته سريعا يعني النفقه في حاله العسر حد ادنى 1500 جنيه في مده اقصاها 60 يوم ده الطلاق يعني لكن عملنا نظام تامين للاسره لو الزوج لم يقدر ان يوفر يعني طبعا للزوجه مسكن الزوجيه تقعد فيه او مسكن اخر ملائم لو غير قادر الزوج لو ما لا يستطيع غير قادر 5% من الاسكان الاجتماعي للمراه اللي بلا معه خلاص الخامس اشكاليه طلاق الزوجه بعد 10 سنين يعني وتركها بلا مأوى يعني الزوج المدخول بها اذا طلقها زوجها بدون رضاها او بسبب ليس من قبلها تستحق نفقه عده تقدر بنفقه 2 سنين على الاقل بحد ادنى 1500 جنيه واذا كان الطلاق تم بعد 10 سنين 10 سنين متصله تقدر نفقه المتعه بنفقه 5 سنوات بحد ادنى لا يقل عن 2000 جنيه واذا كان الطلاق قد تم بعد 15 عاما فاكثر فتقدر نفقه المتعه بنفقه 7 سنوات بحد ادنى لا يقل عن 2500 جنيه ده ضمننا ان الست اللي هي غير حاضنه او اولادها كبروا واتجوزوا او ملهاش مأوى ولا اهلها ماتوا خلاص دي كبرت وعاشت شراكه بينه وبينها احنا هدف برنامجنا هنا اولا انا بشكركم جدا وبشكركم على